مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب صف 12 أدبي لمادة العلوم العامة وفي مدرسة مجمع مدارس الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، ومع مدرسكم أحمد بشير والوحدة الثانية تأثير الرياضة، ومع درس منشطات الدم والإرثروبيوتين والتمارين الرياضية التي تقوي العظام. بداية، هناك طرق مستخدمة غير مشروعة لزيادة خلايا الدم الحمراء الهيموغلوبين، وهي 1 نقل الدم الذاتي، و2 منشطات الدم والإرثروبيوتين. سنتعرف من خلال الدرس على هذه الطرق. بداية، ما المقصود بنقل الدم الذاتي؟ عملية نقل الدم الذاتي طريقة لتنشيط الدم من خلال جمع الدم من الرياضي أثناء التدريب على المرتفعات وتخزينه. أثناء تدريب الرياضي على المرتفعات يتم جمع الدم منه وتخزينه لنقله إليه لاحقا. كيف يتم الاستفادة من عملية نقل الدم الذاتي؟ من خلال أحسن تغيير مستوى الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم. إذن الهيموغلوبين هو اللي يرتبط بالبروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم. متى يستفيد الرياضي من كمية الدم التي تم تجميعها وتخزينها؟ قلنا يتم نقله مرة أخرى للرياضي قبل المنافسة للاستفادة من عملية تنشيط الدم. بداية يتم تجميعه ثم نقله إلى الرياضي قبل المنافسة. لماذا يعتبر نقل الدم الذاتي إجراء غير مقبول أو غير شرعي؟ نلاحظ لأنه يمكن أن يعطي ميزة غير عادلة للرياضيين الذين يقومون بذلك، يكون مميزين عن غيرهم. ما هي الوسيلة المتبعة عالميا لحظر نقل الدم الذاتي؟ حيث يخضع الرياضيون النخبة لاختبار دم بروتيني للحصول على سجل يسمى جواز السفر البيولوجي الرياضي. إذن كل رياضي يحصل على جواز سفر بيولوجي. ما أهمية جواز السفر البيولوجي الرياضي؟ يظهر التغيرات المفاجئة لدم الرياضي نتيجة استخدام إجراءات غير مشروعة مثل طريقة نقل الدم الذاتي. من مخاطر نقل الدم الذاتي هو تلوث الدم. سؤال 6 70، أي من الآتية تعد مؤشرا على عمليات النقل الذاتي في أثناء اختبار الدم الروتيني الرياضي؟ A الحمض النووي الغريب، B ارتفاع نسبة الهيموغلوبين، C ارتفاع مستويات الإرثروبيوتين، D
خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الأكسجين. أحسنت، بارك الله بك، إنها خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الأكسجين. اختبر نفسك، ما أهمية عمليات نقل الدم الذاتي للرياضيين؟ أحسنت، تنشيط الدم للحصول على ميزة عن طريق تغيير مستوى الهيموغلوبين. إذن يتم تنشيط الدم للحصول على ميزة تغير مستوى الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء. اذكر طريقة غير مشروعة لتنشيط الدم. الطريقة الأخرى حقن ببروتين الـ EBO الإرثروبيوتين، اختصار البروتين الإرثروبيوتين بـ EBO. بروتين الـ EBO وهو هرمون بروتيني تنتجه الكليتان لتنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء. ما هو استخدام بروتين EBO الإرثروبيوتين؟ أحسن، لعلاج مرضى فقر الدم المرتبط بأمراض الكلى. الذين يعانون بأمراض في الكلى يتم استخدام أو إعطاهم بروتين EBO. استفاد الرياضيون من هذا الشيء في بحيث يحقن الرياضيون، خاصة الذين يقومون بركوب الدراجات لمسافات طويلة الماراثون، أنفسهم بهذا البروتين لزيادة خلايا الدم الحمراء وبالتالي زيادة الكفاءة في النشاط الرياضي. مخاطر الحقن في EBO: حدوث الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وذلك بسبب لأن زيادة عدد الخلايا الحمراء تزيد من كثافة الدم، مما يزيد من صعوبة ضخ القلب له، حيث توفي أكثر من 20 راكب دراجة خلال 25 سنة الماضية بسبب تعاطي المنشطات ومنها بروتين EBO. التعضم، ما هو التعضم؟ وهو العملية التي تسمح بنمو العظام وشفاؤها. نلاحظ عملية نمو العظام وشفاؤها المقصود بها التعضم، حيث تقوم الخلايا الهادمة للعظم بتكسير الأنسجة العظمية القديمة، بينما تقوم الخلايا البانية للعظم ببناء عظم جديد. ما هو العنصر الأساسي في بنية العظم عزيز الطالب؟ أحسنت، إنه الكالسيوم، نحفز الأبناء على شرب الحليب وأكل مشتقات الألبان لأنها غنية بعنصر الكالسيوم لتقوية العظام ونموها. نلاحظ عزيز الطالب، تأمل الجدول المجاور الذي يمثل درجة التعظم في مراحل حياة الإنسان. ادرس الشكل وأجب عما يلي. نلاحظ درجة التعظم في عمر من 5 إلى 16 سنة تعظم سريع، من 17 إلى 20 تعظم كامل للأطراف العلوية، 18 إلى 23 سنة يحصل تعظم كامل للأطراف السفلية الأقدام والأرجل، من 23 إلى 25 تعظم
القص والترقوة والفقرات بشكل كامل، أي معظم الجسم. إذن في عمر 25 وأقل تعظم كامل لمعظم العظام. إذن عزيز الطالب، ماذا نعني بالتعظم؟ أحسن، هو العملية التي تسمح بنمو العظام وشفاؤها. في أي مرحلة عمرية يكون التعظم أكبر ما يمكن؟ أحسن، أكبر ما يمكن في عمر أقل من 25 سنة، في عمر أقل من 25 سنة. لماذا يعد شرب الحليب وتناول الطعام الغني بالكالسيوم أكثر أهمية لدى الشباب؟ أحسن، لأن معظم التعظم يحدث قبل هذا السن، لأنه يحتاج للكالسيوم بكميات كبيرة بسبب عملية التعظم الكامل لمعظم العظام. نلاحظ عزيزي الطالب أن التمارين الرياضية تقوي العظام. نلاحظ فترات نمو الإنسان بحيث تزداد نمو العظام إلى أن يصل قلنا إلى عمر 25، وبعد عمر 25 يبدأ بنمو العظام بالتناقص. حيث من التمارين الرياضية التي تقوي العظام صعود السلالم أو تسلق التلال أفضل للنمو الصحي. 2- رفع الأثقال وهو تحمل الأوزان ينتج عضلات أقوى. لعبة التنس وكرة القدم ينتج عظاما أقوى. الجري وإن كان على الأسطح أيضا المستوية له مفعول تقويمي تراكمي على نمو العظام. أيضا السباحة وركوب الدراجات رياضة جيدة لصحة القلب والرئة. نلاحظ أن معظم الرياضات تعمل على تقوية العظام. يوجد حالة عزيز الطالب تؤدي إلى فقدان العظم بخاصة إلى رواد الفضاء، وهي السفر إلى الفضاء، بحيث انعدام الوزن يفقد العظام كتلتها ببطء، بحيث يقوم رائد الفضاء بفقد من 1 إلى 2% من كتلة عظامهم كل شهر. إذن عزيزي الطالب، درسنا إجراء نقل الدم الذاتي، وهو طريقة لتنشيط الدم الرياضي من خلال جمعه وتخزينه أثناء التدريب على المرتفعات. الهدف منه تغيير في مستوى الهيموغلوبين مما يحسن من كفاءة الأكسجين، وهو طريقة غير مشروعة لأنه يعطي الرياضي ميزة تنافسية غير عادلة. سؤال: كيف تزيد التمارين من قوة العظام؟ اختر 2. إذا نلاحظ سنختار 2 من الاختيارات الموجودة. يستجيب التعظم لزيادة الأكسجين، يستجيب التعظم لزيادة الكالسيوم، يستجيب التعظم لزيادة الحمولة المطلوبة، أم يستجيب التعظم لتكرار أكبر للحركة؟ أرجو أن تتوافق إجابتك مع عزيز الطالب بالإجابة. أحسن، سي، يستجيب التعظم لزيادة الحمولة المطلوبة، والسؤال اختر 2، لذلك نختار أحسن، يستجيب التعظم لتكرار أكبر للحركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي مع درس جديد بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.